خارج الصف خارج الصف. عسلامة، مرحبا بكم مستمعينا في موعد جديد من خارج الصف. باش تواصل معكم من توا حتى الماضي ساعتين ونص كما عودناكم. الحصة اللي نخدموها بالتعاون مع الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب. اليوم باش نحكيو على حكاية مروان جندوبي اللي توفى نهار 8 مارس 2016 بعد إصابته بحروق بليغة نهار 27 فيفري في نفس العام 2016، وعائلته تتهم أعوان الأمن اللي هما حرقوا مروان. للحديث أكثر على الموضوع هذايا حاضرة معنا مدام كوثر ومدام سلوى الجندوبي، خوات المرحوم مروان، باش يحكوا لنا أكثر تفاصيل الحكاية بالضبط كيفاش صارت. تابعونا على موجات 97.2 اف ام، ما تبدلوش الموجة. كيف تنجموا تتفاعلوا معنا على 71 885 800، وإلا زد على الباج فيسبوك راديو سيستوني 97.2 اف ام. نبداو بأول نغم ورجعين. مرحبا بكم من جديد مستمعينا. كما قلنا لكم في التقديم، اليوم باش نحكيو على حكاية مروان الجندوبي اللي توفى نهار 8 مارس 2016 بعد ما تمت إصابته بحروق بليغة في 27 فيفري 2016. كما قلنا لكم، عائلة مروان الجندوبي تتهم أعوان الأمن وبرشا شهود عيال زادا أحكيوا نفس الحكاية، اللي أعوان الأمن هما المتسببين في الحروق اللي أصابت مروان. نرحب مدام كوثر الجندوبي، مرحبا بك بحضنا. عسلامة أختي. مرحبا مدام سلوى. عسلامة. باش نبدا معك انت الحكايه، شكون مروان الجندوبي؟ كيفاش يخدم؟ شنو اللي وصلوا انه مروان باش يموت بحروق بليغه؟ مروان ما عنده حتى شيء. مروان يخدم هو ثلاثه اخوه، عنده زوج اخوات يخدموا معاه، عندهم نسبه نتاع غله في ويد قرينا، فهمتني؟ عندهم نسبه نتاع غله في ويد قرينا. نهار 27 جاتهم البلديه من الاول قتلهم باش تفرغوا ورانا باش نطيحوا. في العشيه جات كرهبت الشرطه، جاء رئيس المركز قص عليهم الضوء. عنده كشك معناتها يبيع فيه في الغلة مروان؟ نسبة متاع غلة، كشك بركة صغيرة عملها يبيع فيها في الغلة هو أخويته مش وحده. وين بالضبط؟ في ويد قرينا. أي مقابلة شي بلاصة هكا معينة باش معناتها تقلق وإلا تضل؟ لا بعيدة. انتصاب فوضوي؟ لا انتصاب بعيدة، ماهيش معطلة مثلا سيركلاسيون ولا معناها. لا بعيدة، جاية فوق التريتوار معناها في الوسط بعيدة على الكيس. جيت وجاي قلت لك رئيس المركز قال لهم قص عليهم الضوء الكل، قص عليهم الضوء قال لهم باش تفرغوا النصبه معناها لازم تفرغ. بدا الاولاد يفرغوا فيها، اخواتي الاخرين يفرغوا. لكن قبل يعني نهارتها وقت اللي نبهوا عليه ولا فما جاوا قبل؟ جاوا كل شيء في نهارتها، كل شيء في 27 نبهوا عليه. شكرا يا خويا الكبير للمعتمد، قال له سيد المعتمد معناتها جاوا نبهوا علينا خاطر النصبه هذه الكشك هذا ماخذينه من 2002 من قبل الثورة. من قبل الثورة معناتها يخدموا فيه. ما تقلوا برا امشي راني ما فما عنديش علم، برا اخدم على روحك. اخدم على روحك ما تفرغش. ما قلقكمش معناتها في من 2002 قلقكم كان الوقت هذاك. كان الوقت هذاك كنت مسكرة هي راه. حلوها الوقت هذاك وما لموا فلوس خواتي ومعناها يخدموا فيها. في فيفري معناتها؟ معناها اللي هما حالين قبل فيفري، قبل راس العام. نقبل راس العام حالين يعني هو يبيع في الغلب باش يصرف على عنده بنته، وعنده معناها يصرف على بنته ومرته وامي معناها في كفالته زاده معاه والكل. فهمتني؟ قلت لك جاي رئيس المركز نبه عليهم قال لهم باش تفرغوا. العشيه جاي مشاو لاولادي يفرغوا فيها معناها في الليل ماخر معناها في الليل. بعد جات الدوريه نتاع الشرطه. كيف جات الدورية نتاع الشرطة استفزوا قالوا له يا اخي شبيك ما فرغتش التو ما فرغتها البريكة معناها كذا وكذا. بداوا يتكلموا في كلام مش باهي، فهمتني؟ استفزوه الطفل تغشش هو بحكمه عنده موتور اللي يشعلوا به في الضوء يخدموا به في الضوء. هز دابوس ليسونس معناها جيست حب معناها يخوفهم يهددهم معناها كتهديد وكهو. صب على روحه ليسونس وتكلم خويا الاخر قال له تو انت علاش تسب له في يومه باش هو كي علاش يعني معاه خوك اي لا معاه. قال له علاش انت تسب فيه هكا تو هاك تخزر فينا نفرغوا فيه. قال له الناس انت علاش معناها تستفز فيه والكل، فهمت؟ قال له برا امشي خليني نهدي خويا، برا امشي هز الكربه برا امشي هاو باش تفرغ الناس برا امشي سيعه تلقاها فارغه، فهمتني؟ قال له عملت هكاك خاطر انت ماكش رشرشيه يعمل الله. عملوا كي مشاو كانوا زوز في الكهرباء، كي مشاو رجعوا اربعه في الكهرباء حسروه اثنين داروا له من تاني. قداش هكاك وقت ورجعوا؟ تاع حكيت يمكن نص ساعة هما عبوا السلعة في الكهرباء وخرجوا معناها هما عاودوا رجعوا خواته خرجوا نص ساعة ماكسيموم. لقاوه وحده علاش؟ انا قلت لك خاطر رئيس الفرقة قال لي هما داروا له من تالي خاطر بحكم صاب ليسونس باش يشدوه باش يهدوه، هما ليه ضربوه طيحوه يضربوا فيه هو يسيح ويعيط.
العبيد شافوه حتى العبيد شافوه خرج من تحتهم يشعل إنسان صابي صونص على روحه يا رسول الله تقوم تشد أنت تضربوه طيحوه بالعصا ويضربوا فيه فهمتني خرج كي خرج من تحتهم يشعل هو يجري وينحي في دبشه حتى حد ما نحاله دبشه من كثر الحرارة يجري وينحي مروين ماهوش لأنه ويقتل روحه لا حتى شيء حتى كي صاب ليسونس على روحه فكان نص ساعة يعني مشي هما باش يشعل سيجارو مشي له الكشك يشهد مشي له الكشك قالوا أمان نفرحك شعل لي أنت سيجارو راني كان نشعل خاف لن تحرق شعل لي أنت سيجارو قالوا نخاف لن تحرق ما عندوش نية ما عندوش نية باش يحرق روحه ماهوش ناوي باش يحرق روحه مروين جملة معناه ما عندوش فهمتني مشي للكشك اللي بجنبه بجنب الناس بثما كشك نتاع دخان قالوا أمان شعل لي أنت سيجارو راني خاف لن تحرق وموجود معناه الكشك ما عندوش ني كي جا وهو ما مدام كوثر باش نرجع لك مدام سلوى انت اخوك عايش انسان طبيعي عادي ما يحب الحياه مع زكي عمر يعمل لواج باش يعمل تاكسي يحب يعيش يصرف عليا عنده متشي يخدم بها هو واخوه الاخر هو عنده داس على الانتحار يحب يكون يحب يعمل يحب يوصل مع عمره ما روي اخويا ما حكى عن الانتحار وعمره ما عندها مازال صغير ما عندوش هذا نيه الانتحار جمله عايشين متهنين ما حلينا مع بعضنا هما هزونا أعز حاجة عنا هو مروين هزوهون مروين تحفون برشا أعز واحد في خواته هو مروين هزوهون قلت له أربعة بوليسية احنا نحبوا ناخذوا حقنا نحبوا نعرفوا الأربعة بوليسية اللي ضربونا أخوت شنجع لك يا مدام كوثر مع سلوى يظهر لي لأنه مدام كوثر متأثرة شوية لكن نحب نفهم منك كنا متأثرين وكنا شاعلين كنا واضح إن شاء الله ربي يصبركم لكن قبلها معناتها تعاود تكمل لي لأنه مدام كوثر قتلوه أربع بوليسية أيه. قبل ما توصل المعلومة كيف بوليسية خاطر اللي خرب قاف الكهرباء خلينا باش ما نفوتوش برشا بالحديث احنا وقفنا وقت اللي مشى للحماس اللي بجنبه وقالوا شعل لي باش انا راني خاف لنتحرق كنشعل روحي نعملوا فاصل لأنه حسين معنا في الإخراج يقول يقيد فاصل باش ما نلخبطوش الحديث ونخلوا الناس اللي تسمع فينا تفهم بشوية الحكاية لكن فاصل قصير معنا غام ونرجع لكم ارجعنا لكم من جديد مستمعينا اهلا وسهلا بكم على موجات راديو سيس تونس مكملين معاكم كما قلت لكم حكايه مروان الجندوبي وقفنا مدام سلوى وقت اللي مشى للحماس باش يشعل دخان وقالوا لي راني نخاف لنتحرق نيه انه باش يشعل نار في روحه ما هيش موجوده لا 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 اي كي رجعوا هما ما عجبتهمش كيف يصب على روحه فهمت ما عجبتهمش حبوا شدوه فانت شدوه هما ديجا خلطوا عليه هو يجري هما يجري شدوه طيحوه وضربوا يضربوا فيه بالعصا حتى على راسه فما شهود يشوفوا فما اللي شافوه حتى نسي شافوه من البركون من فوق شافوه كيفاش يعيط وما يضربوا فيه بركين عليه قالك نخزروا فيك يضربوا فيه مي ما عرفناش كيفاش خرج يشعل من تحتهم ومروان البركيه في مكتوب ومكتوب سرويله بالك شو وقتها مروان تغشش ومضرب هذاك في مكتوب سرويله عنده اندراء واحد شعر روحه مازلت عنده قدره باش يشعل ويرجع البركيه المكتوب البركيه في مكتوب سرويله كيفاش شعل كيفاش شعل روحه هو ميت ربي يرحمه انا مانيش نثقل عليه كيفاش لقيتوها البركيه البركيه لقاوها اولاد الحومه اللي هما اللي هزوا الدباش ما هو قلت لك يجري ما حارت الروح ينحي في دبشه ويجري وينحي في دبشه حتى سرويل ونحا ولاد الحومه كي هزوا السرويل فيه البريكيه هما اللي لقاوه جارنا قال لي السرويل كي معناه في وسطه بريكيه ما نعرفش شنو في وسطه اخر وراق اخرين لقاوه في السرويل وخويا زاد كي محروق وشي ولاد الحومه قالوا امان استوشي عند البوليسيه هاكا في 300,000 امان هزوني للسبيطار عاد كي عاينوا باش يموت ما يقولش هزوني للسبيطار قالوا امان هاكا استوشي في 300,000 يحب ينقذ روحه معناه هزوني لخر لحظه هو كيفاش استوش ما تحرقش وهو موجود عند البوليسيه كي مروان هو اللي شعل روحه كيفاش طوشوا في مكتوبه ما تحرقش هو موجود عند البوليسيه كي رجعوا لقاو مروان معناها مطيش له تضايق معناها من حوايجه والبوليسيه ثلاثه بوليسيه دايرين بيه والكهربه خاطر الاخر يسوق فيها خاطر معناها في الحي جديد جاء خويا والكهربه قد الكهربه فيها بوليس علاش قلت لك ثلاثه هم اللي يضربوا فيه الاخر واحد ثم واحد في الكهربه ما نعرفوش شكون كي خويا ولا يبكي والكل قال لهم عليه خويا كيك عليه كل شيء بعد جاء التعزيز وما قالوا طلبنا التعزيز وجاء التعزيز جاء من بعد جت الجيش وجت كراب الشرطه لقاوها محروق ومطيش تحت الحيط ولقاو معاه ثلاثه بوليسيه واقفين قوى محروق تعزيز واحد وحده شنو باش يعمل واحد وحده قد ما يعيط قد ما يضرب قد ما يسيح شنو باش يعمل واحد ما عنده ما يعمل باش يطلبوا له تعزيز تعزيز على خاطر صبي صونص على روحه انت تطلب له تعزيز شباب كي بعدوا عليه المرلوله اخويا ما شعلش كي عاودوا رجعوا له اخويا شعل معناتها فما اثار على اخوكم تحت تعنيف تاع فما اثار ثم شهود ثم عبيد شافت ثم شهود انا نحب نعرف علاش وكل جمهوريه سكر الملف هكا وعطاك اذن بالدفن برا ادفنوا هكا ومعناها حتى ما تكلفي زبيل انا اخويا علاش هكا تقرير الطب الشرعي اللي خرج
تقرير السب الشرعي انا سمعت فيه، لكن معناها فيه ضرب، فيه ضرب عليه. سمعت ولا شفت مدام سامي؟ مازلنا ما شفناش تقرير الشرع، زلنا ما شفنا حتى شيء. احنا قاضية خونا غامضة ما ناش فاهمين منها حتى شيء. القضاء ما حدش يتحرك عليه. كان جاء مواطن عاش محروق 12 سنة، احنا قلنا راو البوليسية حرقت وراو عنا شهود راو كذا، تكلمنا مشينا للمعتمد، جينا رئيس المنطقة، جينا رئيس الفرقة، جينا رئيس المركز المعتمد، قلنا له البوليسية رئيس المنطقة قال انا مستعد نعطيكم اسامي البوليسية كي انتم تشكوا، قلنا له رانا شكينا معناها نحنا فهمتني اشكوا نعطيكم اسامي عليه ما تحلش تحقيق وما جينا حتى البوليس للدار وحتى واحد ما سكرت الميلاف معناتها وعزينا ولا بردنا بكلمة، حتى حد ما على بالهمش إنسان ضربوه طيشوه خاطر في الليل ما على بالهمش بحتى حد. وفرقة مروان قلت انتم بتواصل، كلمت وانا مروان في الليل نحكي معاه نقول له يا مروان وخي رد بالك على روحك شبيك علاش عملت كيكة انت صبيت، قال لي راني نهدد فيهم يا كثر ما تخافيش نعمله يمشي شي واحد يشعلك يعمل لي ليت هني ما تخافيش، طلبت خويا الاخر نعمله امام بحذاك خوك قال لي كان شعلت راه ملحيت معناتها كان واحد باش يشعلني اما انا راني مانيش باش نشعل روحي، طلبت خويا المتوسط قلت له امان يا وليد خوك بحذاك قال لي هاني نخزل، قلت له يمشيش واحد يطيش علي سيجار ولا عرف وقيت، قال لي تهني معناتها على اساس متهني خويا ما كان جينا عارفين خونا باش يحرق روحه رانا كنا بجنبه رانا مشينا له، اما خونا مطمنا ماهوش باش يحرق روحه، خويا ما عندوش حكايه، ما عنديش حب يعيش حب يوصل يحب يكون. فما كلمه قالها لكم في الامبولانس في كي هبط من الامبولانس انا وصلت قبل لسبيطار الحروق، انا مازلت وصلت لسبيطار الحروق وهما هبطوا الحمايه عليه يا مروان قلت له عليه في بالي انا هو. قال لي هما يا سلوى الكلاب حرقوني يا سلوى هما حرقوني معناها ما قاليش راني حرقت روحي، قال لي هو ما حبش حتى بيقول البوليسيه قال لي الكلاب يا سلوى هما اللي حرقوني مش هو نيان. واعي في 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 اي واعي هو يعيط فاهم مش فما فاهم مش يدور الراجل جاي نحيله في الخاتم من صبعه وما حبش يسيب له الخاتم من صبعه، ما قالوا راني هاشمي ولزينه بس صيب له معناها الخاتم وعنده شركه كارتين ما لقيناهاش فصل ليش احنا في هذا الكل احنا خونا بالدنيا. فصل قصير وباش نرجعوا لكم مستمعينا للحديث اكثر على الموضوع هذايا لانه الحكايه خذت اكثر من صداها خرجت اكثر من الاطار العائلي، الراي العام فهمها بطريقه اخرى. اليوم حاضرين معنا كوثر وسلوى الجندوب باش يحكيوا على خويته ويحكيوا روايه مخالفه للحكايه اللي خرجت في الاعلام. من جديد نرجو لكم مستمعينا خليكم معنا في الاستماع الموجات راديو سيس تونس، هذا خارج الصف مازال متواصل معكم حتى الماضي ساعتين ونص. مدام سلوى يظهر لي كما قلت انا حكيت مروان خرجت من الاطار العائلي حتى مشيت حتى فما نواب تكلموا على قضية مروان جندوبي، لكن بعد ما مشي بعد ما وصل لسبيطار شنو اللي صار قبل ما نتعدوا للتفاعل متاع المجتمع المدني مع قضية مروان؟ هو وصل سبيطار معناها محلوقة، مشينا للوالي تقبلنا غديكا مع قدكو رئيس معتمد. المنطقة المعتمد ورئيس المنطقة ورئيس المركز ورئيس الفرقة فهمتني، قلنا له راهو هكا وهكا معناها البوليسية راهم ضربوه علاش يضربوا فيه، قال انا ما في باليش هذي رئيس المنطقة انا راني كنت نتعشى طلبوني لحداش متاع نص الليل قالوا لي راهو فما واحد حرق روح، قلت له هاو فما شهود راهم يضربوه هو نورمال مون كي صاب ايسونس على روحه علاش يضربوا فيه كيفاش راهو خرج من تحتهم يشعل، شكون قال شكون باي انت باش تضربوا على الاقل حط له مسنوت باش نعرف اللي انت ما شعلتوش فهمتني، حط له مسنوت انت حتى كان هو بالشعر روحه انت حط له مسنوت ماك شديته حط له مسنوت وبعد اضربه، هذوما يضربوا فيه هو لا مش عاملين له مسنوت ديريكت صام عجبته مش كيف يصبلي على روحه ليسونس فهمتني، خاطر هو صبر على روحه ليسونس قالوا له شنو تو تفلم تعمل هكا خاطر ماكش رشاشي تفلم يعمل الله قالوا له فهمتني، ومشي كاوك في السبيطار مشينا قلنا له احنا محاسنا مش يعطونا رعايه خاصه قلت له ولنا بالطفل احنا نحب الطفل يعيش والكل فهمتني، ومن بعد قال هو انتم عندكم الحق وبروا اشكوا هذه رئيس المنطقه قدام المعتمد قال انتم عندكم الحق وكل شيء بروا نحطوا انا اخويا في بلاصكم بروا اشكوا انا لسيمي نتاع البوليسيه انا مستعد معناها تشكوا نعطيكم لسيمي نتاع البوليسيه اللي خرجت ليلتها فهمتني، كاو بعد 12 يوم خويا رقد في السبيطار 12 يوم ومات تشوين عليه أمه بستهبل عليه بنته صغير عمرها عامين كلنا تشوين عليه كلنا محروقين عليه أولاد الحومة كلهم يحبوا يحرقوا يحبوا يزموا على المركز يحبوا يزموا على المنطقة ما خليناهمش يزموا تهدوا فيهم يا أي وأحنا شدين قالوا ناخذوا حقنا بستيلو هما ما ياخذوا حقهم بالضرب وبستيلو بالقانون أحنا نحبوا ناخذوا حقنا بالقانون هما بكل شيء مروان ضحيت كون يحب يخدم على روحه يحب ياكل خبزه بالحليل ما يخلوش عبد ياكل خبزه بالحليل
مروان يحب يعيش ياكل خبزه بالحلال، لا عنده مشاكل لا عنده ما عنده حتى شيء، هما يحبوا يحطوا مخدرات ما عندوش. اعطيني انا اخويا نهار مجدود على قضيه مخدرات ولا قضيه شراب، ما عنده حتى شيء. اخويا انسان يبيع في غله، يمشي كل مره واحد من اخواته مره يخرج هو بمتشي ومره يخرج شكري اخويا بالكهرباء نتاعو، معناتها عنده مكرهب يمشي ويصعب، ما عندهمش كهرباء نتاع محواس، كهرباء نتاع نصب نتاع غله، معناتها باش يجيبوا بها جوات. ناس تخدم على رواحها، ما يحبوش كون يخدم على روحه، ما يحبوش كون ملمومين، عائلة ملمومة الكلهم فرد دار يسكنوا، ثلاثة أخوة ثلاثة معرسين فرد دار، معناتها ما يحبوش هم عبادة كيكة عايش. باهي باش نرجع لك مدام سلوى، نرجع للسؤال اللي كنت طرحته من بكري اللي قلت انه قضيه مروان جندوبي خرجت من الاطار العائلي، وكانت مدام كوثر تحكي لنا كيفاش التفاعل نتاع ولاد الحومه غادي لحتى نهار تحكينا حباو يجيو، ما خلينا نمشيو للمركز عمي وراجل اخر قالوا لهم ما غير ما تجاو على خاطر كان يجاو جماعه الاعوان الامن باش تحرق لك راه باش تدخل بعضها، ما عادش باش تولي زنازه باش تولي مشاكل. حبوا يجوا يحموا جنازه خاطر سمعوا كلام هما يعرفوا هما، احنا عملنا اضراب رانا احنا خواتي مخيتين وفهمهم، وقفنا قدام المعتمدية عملنا اعتصام غاديكا في بالهم بينا، معناتها وجي رئيس المنطقة ورئيس المركز ورئيس الفرقة والمعتمد وقالوا به حقكم مضمون وباش نكلموا والي بن عروس وباش يعملوا رعاية خاصة بخوكم، شنية طلبتكم؟ ما طالبين حتى شيء، طالبين خونا يبرأ. خويا مات نحبوا حق خونا، نحن عنده بنت عمرها عامين، عنده مرته عنده ام وعنده عائلته الكل. باش نرجعوا للحكايه اللي قلنا انه خرجت من الاطار العائلي، شكون من فئات المجتمع المدني والا من النواب اللي تفاعلوا مع قضيه مروان؟ عند من ما نعرفهمش 127 نائب قالوا خواتي الاولاد يعرفوا 127 نائب يعرفوا حكايه مروان وبرشا نواب تدخلوا في مروان. قلت اللي انتم نفذتوا تفاعلوا عليه بالحق، العباد تبكي عليه، مروان باهي ماهوش خايب راه، مروان العبيد تحبه راه كان جات مروان قدت البوليسيه استوراكم تفرجتوها زنيست مروان كيفاه باهي. نرجع لك قلت لي عدد من النواب تفاعلوا مع قضيه مروان كيف كيف، زاد نفذت وقفه احتجاجيه قدام المعتمديه، فماشي شكون جاي تفاعل معاكم الناس اخرين؟ اي الحلحومه الكل العبيد الكل عنتيت الكل جاي وقف معنا قدام المعتمديه. باهي بشنو تطالبوا انتم اليوم؟ طالبوا حق مروان، احنا ما طالبين حتى شيء، هو مات ربي يرحمه خويا ذاك، احنا حقه نحبوا حقه، انا مانيش نثقلوا عليه ولا باش نتهموا العباد بالباطل كي باش نزيد نثقل على خويا، مانيش نثقل عليه، اعطيني حقه انا، انتم تضربوا فيه، ضربتوه شديتوه طيحتوه تضربوا فيه بالعصا على راسه والكل، عليه تضربوا فيه يهودي هو؟ عليه تضرب فيه؟ انت هاك شكون قال هو شعر روحه تو تحت مخرج من تحت، انت تنجم تكون انت باش متى شعلته؟ هاي البريكيه في مكتوب لا سامعوا فما شهود انا نتهمهم انا نتهمهم هما هما اللي شعلوا وهما اللي يعملوها راه يعملوها هما يشدوا واحد من حومه عريانه قلم نحوا له حوايجه من شارع النخيل من قريب واد قريانه حتى يكشي للفرقه للزهرولي ولا المعتمديه عريانه قلم يضربوا فيه بالعصا يقول انا ما كذا يقول انا كذا يقول انا كذا يهود انا نعرفهم يهود وانا ريتوا المشهد هذا نتاع الطفل ريتوا بعيني فهمتني انا نتصور شعلوه يقول لك يلزم يقولوا له انت صبيت ليسونس بحبها وششعل يشعلوه عليه ما يشعلوش خويا قال لي راهم هما شعلوني الكلاب قال لي راهم شعلوني اخر كلمه هذه سمعتها مني اي انا اخر كلمه قال لي قلت عليه يا مروان عليه عملت كي قال لي خاتيني راهم هما شعلوني قلت زاده فما شهود مدام كوثر اي فما شهود سمعوا الشوك وشافوهم كيفاش يضربوا فيه قراب لهالدرجه حتى اللي سمعوا الشوك اي خافوا عباد يسمعوا الشوك فما واحد ساعه قدام باب دارهم بالضبط أربعة شهود وشاهد في هذايا أما ما نجموش نذكروا أساميهم عنا شهد وعمرو عنا شهود وكاتبين معانا أمورهم واضحة أما ما نجموش نحن نذكروا أساميهم الأربعة شهود هذوما متبيعة باش نمشيو فاصل قصير وباش نشعركم في آخر جزء من حصتنا لليوم حصة خارج الصف باش نختم معاكم مدام سلوى هل انكم باش تسكتوا باش تسلموا هذاك هو القدر قدر مروان نسلم نحكي لك من الاخر انا مراه كمراه ريتي روحي هينه عليا ما نسلمش في حق مروان لاخر نهار في حياتي باش نتبع مانيش مسلمه مانيش مسلمه الا ما يظهر حق مروان لوين نمشيتوا مشيتوا الجمعيه التونسيه لمناهضه التعذيب اللي احنا نخدموا معها بالتعاون في حصه هذه حصه خارج الصف شنو كان تفاعلهم مع قضيه مروان شنيك كان تفاعل يعني كيفاش كان تفاعل الجمعي قبلوا معناها قبلوا الملف وتفاعلوا معنا وكحدهم معنا وفهموا الموضوع وجاو شافوا الشهود وجاو شافوا سألوا العبيد وجاو حضروا على عين المكان وحضروا في الجنازة وحضروا في كل شيء شافوا كل شيء بعينه فهمتني واضح يعني فما محامي قاعد يخدم على القضية اي
مقدمين قضية ضدهم انتم بتاع. ضدهم اي بتبيع ضدهم ضد العوالة ذكم، لكن انتم ما تعرفوش لسامي. لا انا ما نعرفش لسامي متاع. نختم معك مدام كوثر، هل انكم باش تنسى الحكاية هذية؟ انا ما ننساهاش، انا نحب كل حق خويا بستيلو، ما خديتش حق خويا بستيلو ناخذ حق خويا بالدم. انا مرا ما عندي شيء وراي، ما عندي شيء، لكن خاطر حتموني ولادي، هو ابو ولادي، هو اخو ولادي، هو اللي معايشني، هو اللي معايا، هو في كل شيء معايا. مروان انا تحطمت، مشى مروان خويا شطري كله مشى، علاش مازلت نعيش فيها انا الدنيا؟ انا مازلت شاده روحي نتبع بالقضاء، ما خديتش حقي بالقضاء يا اخي. علاش تي هما ردوا البلاد ارهابهم؟ علاش العباد ولا تمشي للإرهاب؟ ما من جرة هذا الكل هما عملوا. لكن مدام ماذا بينا التوى انت في حالة انفعال، في حالة انفعال، انفعال خويا قداش عنده؟ عنده شهرين ولا شهر ونص، مازلت ما بردتش انا لليوم نحس خويا مازال. علاش ما حلوش تحقيق هما؟ علاش مش من الاول حلوا واحد من تحقيق؟ علاش ما نشكي انا؟ علاش هو ما حلش تحقيق؟ كان جا خويا ضرب عاون تو، احنا راه الكل عارفين الحكومه كانوا اللي تزاروني الكل في بالهم بالموضوع مروان شعلته البوليسيه، هذا الكل رئيس المحكمه ولا رئيس وكل جمهوريه ولا شكون، هذا الكل مع معناه ما سمعش مره واكيد سمع، واحنا شيك معناه تامينه. على ما حلش تحقيق؟ حل تحقيق، حل تحقيق، بردنا نحن، حل لنا تحقيق، خلينا نفهموا اي نبرد وحل تحقيق، خلي العباد نشوفوها، خلينا نبحثوا، خلينا نحكيوا تو، احنا على الاقل نفهموا حاجه ونبرد. احنا ماناش فاهمين حد شيء، احنا ضايعين، حكايه غامضه نحسوا فيه. خي هما يخدموا على رواحهم وشيخين واحنا تعبين. نجم تصدق في اخر لحظه انه مروان حرق روحه؟ لا ما نصدقش، لا انا ما نصدقش، ما يعملهاش مروان، ما يعملهاش بالحق خويا، ونعرفوا ديما انا معاه. وتسالي الحومه الكل، سواء في الزهروني، سواء في عمر مختار، سواء في سيدي حسين، كلهم يعرفوني انا وخويا ديما مع بعضنا. خويا مستحيل باش يحرق روحه، مستحيل. لكن زدت تحملوا مروان جزء من الخطا، نحملوا كونه صب على روحه كتهديد، كتهديد هذاك هو شنو نحملوا. اما خويا باش يحرق روحه مستحيل، ولا خويا حب نهار ينتحل مستحيل. وخويا مش متعمد، خاطر خويا ما مشاش شريك من الكيوسك كيما نقولوا ايسونس جاب ومتعب، قلت لك الموتور يخدم بالضوء، معناها الضوء هذا يخدم بالموتور، والموتور فيه ليسانس، صب من الموتور ليسانس على روحه راه. يعني ما كانش مخطط. لا 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 مش معمد، ولا باش يحرق روحه، ولا فادد، ولا لا لا عايش عادي مروان ومروهاني. ماهوش هما استفزوه، سبوا له امه، واش بيك تو ما فرغتها، فهمتني؟ هو ما يحملش مروان هكاك. الناس غايرين منه، حس انا البوليسيه غايره منه، خاطر كل مره يوقفوا عاون منين جبت، منين عندك هذايا، منين هذايا، معناتها يمكن هما ما يعطوش رشوه، ما يعطوش فلوس، يبداو هكاك العوان. هما نحس انا العوان غايره منه، صغير بوغوس يلبس يخدم على روحه، عايش في الدنيا، عنده بنته، امشي انت عطار بلاصه، امشي اسالي تا يقول لك مدلل بنته، مدلل مرته، مدللنا، ما يخليناش ناقصين حتى شيء، يحرم روحه ويعطينا لنا نحن. راه ان شاء الله ربي يصبركم، ان شاء الله ربي يرحمه، ونقولوا للناس اللي تسمع فينا حبوا القضاء خويا، طالبين من القضاء ياخذ لنا حق مروان، ما طالبين حتى شيء، طالبين حق مروان. حلونا تحقيق، حل تحقيق، شوف لنا احكي. لكن انتم مقدمين قضيه، معناتها حتى علاش احنا ما نوصلوا نقدموا قضيه؟ علاش انت قبل ما تعطيني قرار نتاع دفن مرقم نتاع باش نمشي ندفن بها طفل، حلي تحقيق انت، عيط لهم البوليسيه ذوما، سايي هما كتبوا لك شنو حبوا، راهو كتر روحه، راهو كذا كذا، قريتها سايي، عطيتني اذن بالدفن وعملت كي سكرت الملف وحفظته غاديه. عليه يا رسول الله، عليه ما عيطش حتى واحد من دارهم، لا اخته لا اخوه لا امه لا ابوه لا حتى حد، ما تعيط انت نورمال، ما حلي اسالنا احنا كيفاش نقولوا الكلام، هما اللي قتلوه، انت حل تحقيق وخذ حقه، كان هما عملوا خذ له حقه، كان ما عملوش احنا ماناش باش نتبلوا على العباد، ران احنا لا عنا بهم بونت ولا نعرفوهم لا عنا بهم حتى شيء. احنا الكلام اللي قالوا مروان، قال لي مانيش انا، راه هما حرقوني، ومروان ما يحبش، كان جاي هو يحب يحرق روحه، اجروا لي امانه السوشي فيه 300 دينار هكا السوشي، هزوني للسبيطار. مروان يحب يعيش، مروان باش يحرق روحه ويرجع البريكيه في مكتوبه، ما رجعش البريكيه، انسان حرق روحه من قوه النار ينجم يطيش على البريكيه ويبدا يجري، اما هذايا راهو البريكيه في مكتوبه، وعندنا الشهود زاده اللي شد السروال عيطوا لهم، فما شهود. اذا كان البريكيه في مكتوبه، الحريقه منين جات؟ من الشوك، بالشوك. ما عرف ليش احنا يا شعلو بالشوك، يا شعلو ببريكيه ماناش عارفين، هذاك علاش قلت لك نحبوا نفتحوا تحقيق، نحنا ماناش عارفين، هذا الكل ماناش عارفينه، العباد اللي شافت ما شافتش، لا انسان شعلوا لا شافت شيء، قالت لك احنا كي نطلوا نخزروا فيه يضربوا فيه هو يسيح ويعيط، ومن بعد خرج من تحتهم يشعل ويسمعوا في الشوك، ضربين الشوك يتسمع، يسمعوا في الشوك يتضرب به مروان.
هذا النداء نتاعكم اليوم انكم انتم طالبين يتحل بحث في ملف مروان الجندوبي باش تشوفوا الوفاه منين جات، هل انه هو اللي حرق روحه ولا انكم مسلمين نشكوا خونا حرق روحه، ما يحرقش خويا روحه مستحيل. بالضبط، انا حبيت نداء نوجهه لانه كثرت حاله الانتحار بالنوع هذايا، الناس اللي تحرق روحها نقول لهم راه حتى التهديد ما تحاولوش تهدوا، لانه النهايه اكيد باش تكون كيما النهايه نتاع مروان. الحكايه اللي حبينا نوصلها لكم بالنسبه لليوم، اخر كلمه نختم معك مدام سلمى. تحقيق، حبيت تفتح تحقيق في مروان، تحب حق مروان، نحب يتحل تحقيق في مروان. علاش ما يتحلش تحقيق في مروان؟ نحب نشوف حق مروان. انا مانيش عارفين حتى شيء، احنا عنا شهود هم شافوا، عيط لهم التحقيق وابحثهم، نحب نشوف حق مروان. واضح، يعطيك صحة مدام كوثر. حب حق مروان، هذه هي الكلمة اللي نختموا بها، حق مروان. احنا اكيد باش نتبعوا الموضوع هذايا لانه مقدمين انتم قضية، واكيد باش نشوفوا مع الجمعية التونسية لمناهضة التعليم القضية هذه. تبعوا حقه لاخر نهار في حياتي باش نتبع حق مروان. يعطيك صحة، شكرا لك مدام كوثر الجندوبي، يعطيك صحة على حضوركم، ان شاء الله ربي يصبركم مرة اخرى. هذا اقل حاجه نجموا نقولوها في الموضوع هذا. كيف زاد مدام سلوى جندوبي، ان شاء الله تكون هذه اخر احزانكم يا ربي. شكرا لك حسام رافقنا اليوم في الاخراج. نقول لكم مستمعينا نتقابلوا لحد جاي في نفس الموعد ونفس التوقيت في لمن خارج الصف.